وللمزيد حول البرنامج التدريبي الوطني للمعنيين بحماية حقوق الإنسان، معي عبر الهاتف الأستاذ محمد الزباري رئيس النيابة عضو وحدة التحقيق الخاصة. أهلا ومرحبا بك، هل تحدثنا بداية عن تفاصيل البرنامج التدريبي الوطني؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله، نمسي عليكم وعلى المشاهدين بالخير، ونشكركم على إتاحة هذه الفرصة للحديث حول هذا البرنامج. طبعا لله الحمد انطلق اليوم البرنامج التدريبي الوطني لتعزيز قدرات المعنيين بحماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية تحت رعاية كريمة من سعادة النائب العام الدكتور علي بن فاضل أبو عنين. طبعا من المقرر أن يمتد البرنامج لمدة 6 أشهر حتى شهر مارس من عام 2023 بواقع 9 فعاليات. سيتناول البرنامج طبعا خلال هذه الفعاليات العديد من المواضيع والمحاور المتعلقة بحقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية. راح يستهدف البرنامج لفيف قانوني وحقوقي من السادة القضاء وأعضاء النيابة العامة وأعضاء ومنتسبي المؤسسات والآليات والأجهزة الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان، منها طبعا الأمانة العامة للتظلمات والمفوضية المستقلة لحقوق السجناء والمحتجزين، وأيضا المؤسس الوطني لحقوق الإنسان ومكتب المفتش العام لجهاز المخابرات الوطني، بالإضافة إلى أعضاء قوات الأمن العام من مختلف الإدارات والمراكز الأمنية والإصلاحية في وزارة الداخلية. طبعا أيضا هناك مشاركين من مجلسي الشورى والنواب ووزارة الخارجية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة التنمية الاجتماعية وهيئة التشريع والرأي القانوني والمجلس الأعلى للمرأة، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني. طبعا راح يصل عدد المشاركين في هذا البرنامج إلى 1000 مشترك من بين 35 جهة مختلفة. يعني بناء على هذه المعلومات أستاذ محمد، ما هي الأهداف التي ترجونها من هذا البرنامج التدريبي الوطني وهو يعقد على مدى 6 أشهر والفئات المستهدفة عددها كبير؟ ماذا تريدون من وراء البرنامج؟ نعم طبعا البرنامج يهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف القانونية والحقوقية، طبعا من ضمنها التطبيق الأمثل لأعلى معايير ومبادئ حقوق الإنسان وتعزيز الوعي والقدرات القانونية والحقوقية للمشاركين في البرنامج، وأيضا من ضمن الأهداف تبادل الأفكار والرؤى بشأن المشاكل العملية التي تثار في القضايا الجنائية، مع التوضيح بأن هذا كله في إطار العمل على تحقيق أهداف الخطة الوطنية لحقوق الإنسان لمملكة البحرين 2022-2026. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد الزباري رئيس النيابة عضو وحدة التحقيق الخاصة.